استطلاع للرأي في إسرائيل يظهر أن غالبية الإسرائيليين يؤيدون نشر توصيات المستشار القضائي بشأن نتنياهو قبل الانتخابات. القوات الإسرائيلية تعتقل عاصم البرغوثي الذي تتهمه بقتل جنديين في عملية بالضفة الغربية. ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في الأردن في أول محطات جولته العربية. أخبار الساعة من i24 News. أهلا بكم. أظهر استطلاع للرأي في إسرائيل أن الخطاب الذي وجهه أمس رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وطالب فيه بمواجهة علنية مع الشهود في الملفات التي يتهم فيها لم يؤثر في موقف الإسرائيليين من التحقيق، حيث أن 52% من الإسرائيليين يعتقدون أن على المستشار القضائي للحكومة نشر قراره قبل الانتخابات، فيما عارض ذلك 20%. السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي ينضم إلي. أهلا بك سيد شكيب. أولا يعني من الواضح أن كل ما قام به نتنياهو أمس والذي قيل إنها محاولة يعني جذب الناخبين الإسرائيليين أخفق على الأقل في نتائج هذا الاستطلاع. دعنا نقول نتنياهو نهار أمس دق أبواب اجتماع مركز الليكود اليوم وأراد أن يظهر بمظهر المسكين المعاني ليجعل أعضاء مركز الليكود اليوم يستقبلونه كملك الملوك وكأنه يعني الإنسان المسيح المصلوب على الصليب، وأن هنالك من يلحق. هذا أمر الأول. الأمر الثاني، حاول نتنياهو نهار أمس أن يهب الجماهير وكأنه يدعوهم للهجوم على المحاكم ورفض سيادة القانون في إسرائيل. والأهم من كل ذلك، نتنياهو بالأمس حاول أن يحول الوضع السيء الموجود فيه إلى أمر جديد يستقي منه الخير لنفسه. ماذا أقصد بذلك؟ يعني أنه إجا في وضع أنه متهم وجاء مع الاتهام وأراد أن يمط الأمور أكثر، يلي يقول للمستشار القضائي للحكومة اعمل يعني اطلب إجراء مواجهات بيني وبين الشهود الملكيين، اطلب التحقيق مع يائير لبيد، اطلب التحقيق مع فلان ومع فلان، يعني ليحاول ان يربح الوقت لكي لا يصل الى استجواب قبل الانتخابات، لأنه يعلم أن ذلك نهايته السياسية. طيب سيد شكيب، يعني في حال يعني قلنا ما قلناه بشأن تأثير هذا الخطاب على المستطلع آرائهم لهذا اليوم، كيف سيؤثر على مركز الليكود؟ هناك من يقول إنه قد ينهي نتنياهو وبالتالي يكون هناك تنافس جديد على رئاسة هذا الحزب. هل يعني ترشح هذا؟ لن يكون هناك أي تنافس. بعد ساعة أو ساعتين من الآن عند اجتماع مركز الليكود سيستقبل نتنياهو استقبال الملوك، والجميع سيعلن أنه بريء، وكل يعني الناس المؤيدين لنتنياهو أغمضوا أعينهم وأغلقوا آذانهم ولا يريدون أن يسمعون شيء، ولكن السواد الأعظم في المجتمع الإسرائيلي ينتظر الإعلان النهائي للمستشار القضائي للحكومة، ونتنياهو يعلم ذلك. نتنياهو عنده 30 مقعد، 30 مقعد من 120 يساوي 25% فقط من المجتمع الإسرائيلي، لا يوجد له أغلبية في المجتمع الإسرائيلي. كحلون لن يذهب معه إذا كان ضده لائحة اتهام، إيفيت ليبرمان لن يذهب معه، المتدينين ليس بالبساطة يذهبون معه، يبقى هو والبيت اليهودي فقط. وفي هذه الحالة يعلم جيدا أنه لن يستطيع تركيب الحكومة في حالة تقديم لائحة اتهام ضده، ولذلك يبعث بوزرائه وأعضاء البرلمان من الليكود ليصيحوا صيحة المتهم بريء حتى يتم إدانته. والآن أصبحوا يتحدثون ليس فقط عن الإدانة في المحكمة، عن الإدانة بعد تقديم الاعتراض. نعم، أشكرك جزيل الشكر السيد شكيب شنان خبير الشأن الإسرائيلي.
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حزب العمل أفي جباي أجرى زيارة سرية مطلع ديسمبر الماضي إلى الإمارات العربية المتحدة على متن رحلة تجارية التقى خلالها كبار المسؤولين في أبوظبي. وقالت القناة العاشرة الإسرائيلية إن جباي التقى 3 مسؤولين إماراتيين بمستوى وزير أو أرفع، وبحث معهم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام والمعروفة بصفقة القرن والملف الإيراني والوضع السياسي في إسرائيل. وأضافت القناة أن وسيطا مغربيا نسق الزيارة التي جرت بين 2 و4 من ديسمبر. أعلن الرئيس الإسرائيلي ريوفين ريفلين دعمه الكامل لأجهزة الأمن الإسرائيلية التي تتعرض مؤخرا لانتقادات وهجوم على أثر اعتقال 5 مستوطنين مشتبه بهم في قتل الفلسطينية عائشة الرابي. بعد اعتقال جهاز الشباك الإسرائيلي لعدد من المستوطنين بتهمة قتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ما أسمته وجود عمليات إرهابية يهودية ينفذها مجموعة من المستوطنين يصل عددهم إلى ما يقارب 300، ينتمون إلى ما وصفته الصحافة الإسرائيلية تنظيما إرهابيا جديدا يطلق عليه اسم فتية التلال، حيث بيّنت مصادر إسرائيلية أن هذا التنظيم يحظى بدعم حاخامات ومرجعيات دينية وسياسية إسرائيلية، ليؤكد الفلسطينيون أن هذا الأمر ما هو إلا نتاج سياسة إسرائيلية ممنهجة اتخذت منذ عشرات السنين. هناك أيضا التعبئة العنصرية المستمرة والشحن العنصري الذي تمارسه أدوات الدولة المختلفة في التعليم، في الثقافة، الحاخامات، ربت جيل من اليهود المتعطشين للدماء، المتعصبين الذين لديهم استعداد لتنفيذ الإرهاب بيدهم ليس بواسطة أدوات الدولة. وتتعرض وفي الآونة الأخيرة أجهزة الأمن الإسرائيلية لانتقادات واسعة على خلفية اعتقال المشتبه بهم في قتل عائشة الرابي، حيث أكد الرئيس الإسرائيلي رأوفين ريفلين أن المسؤولين في جهاز الأمن العام يتعرضون لهجوم من قبل جماعات إسرائيلية داخلية، معتبرا أن هذا الأمر هو تصرف غير مسؤول وأن أكثر ما يهم أجهزة الأمن الإسرائيلية هو أمن إسرائيل وسلامة سكانها. مما لا شك فيه أنه بعد دوما أصبحت الخدمة تعمل بمجموعة متنوعة من الخطوات، سواء من خلال أمر اعتقال إداري، إبعاد أو مراقبة عن كثب، ولكن الدعم الذي يحصلون عليه في الميدان بالإضافة إلى أسباب أخرى جعلتهم بعد فترة معينة أن يرفعوا رؤوسهم. גרם להם אחרי תקופת מה להרים את הראש. وبالتزامن مع ذلك أعلن حاخامات من المستوطنين عن دعمهم الكامل وتأييدهم لقتلة الرابي، بل وتعدى الأمر إلى إصدار فتاوى دينية تبيح قتل المواطنين الفلسطينيين بشكل غير مباشر. اعتقل الجيش الإسرائيلي الشاب الفلسطيني عاصم البرغوثي الذي يتهمه بالمسؤولية عن قتل جنديين الشهر الماضي بالقرب من رام الله، وذلك خلال مداهمته في قرية أبو شخيدم في الضفة الغربية. وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش والشرطة الخاصة على اعتقال منفذ عملية قتل الجنديين، وقال إن إسرائيل ستحاسب كل من يمس أمن مواطنيها. أهنئ الشباك وجيش الدفاع والوحدة الشرطية الخاصة على اعتقال الإرهابي السافل الذي نفذ العملية الإرهابية في جبعة أساف والذي شارك في العملية الإرهابية التي ارتكبت في عفرة. ذراع إسرائيل الطويل يصل إلى كل أولئك الذين يمسون بمواطنينا، ودولة إسرائيل ستحاسبهم. أعلن الناطق باسم معبر رفح التابع لحماس وائل أبو عمر أن السلطات المصرية أعادت فتح المعبر باتجاه واحد أمام العالقين فقط للعودة إلى قطاع غزة، فيما أغلقته أمام المغادرين. وأضاف أن فتح المعبر يتم ليوم واحد ومن غير الواضح إذا كان سيتم التمديد. وكانت حركة حماس أعلنت الاثنين بعيد تسلمها إدارة معبر رفح بعد قرار السلطة الفلسطينية سحب موظفيها منه أن الجانب المصري قرر أن حركة العبور الثلاثاء ستكون باتجاه واحد فقط من مصر إلى قطاع غزة. نحن نأمل من الجانب المصري المساعدة في استمرار فتح معبر رفح لخروج الحالات الصعبة من قطاع غزة، من مرضى ومن إقامات ومن طلاب في قطاع غزة. الكثير من الحالات
الإنسانية التي تستدعي السفر للخارج. نحن نأمل من الجانب المصري أن يبقي المعبر مفتوح كما في الأيام السابقة. قالت مصادر إسرائيلية وفلسطينية إنه من المتوقع وصول الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لقطاع غزة خلال يومين. ووفق بعض المصادر فإن قطر ستحول الأموال إلى غزة مساء الخميس المقبل بشرط عدم تصعيد الأوضاع الأمنية في القطاع. وجاء ذلك متناقضا مع تقارير بشأن تجميد الحكومة الإسرائيلية نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل وإطلاق قذيفة من القطاع قبل يومين. الصحفي محمد رشيد ينضم إلي عبر الهاتف من قطاع غزة. أهلا بك سيد محمد. أولا يعني ما هي تفاصيل قضية فتح معبر رفح هذا اليوم فقط لعودة العالقين من مصر باتجاه قطاع غزة؟ نعم يعني مساء الخير. بداية اللحظة التي أعلن فيها عن سحب الحرس الرئاسي التابع للسلطة الفلسطينية من معبر رفح كان مساء، وبالتالي كان هناك مجموعة من المسافرين الفلسطينيين والغزيين تحديدا متوجهين إلى غزة، وبالتالي اضطرت الجهات المصرية إلى استمرار فتح المعبر باتجاه واحد أي من الأراضي الفلسطينية إلى قطاع غزة. وأيضا في المقابل اليوم منع الطيران كل من يتوجه وكل فلسطيني يتوجه إلى القاهرة، منع استقباله أيا كان متواجد في أنحاء العالم، منع استقباله في أي مطار إذا كان متوجها إلى مصر بحجة توجهه إلى قطاع غزة لأن المعبر أغلق بشكل كامل. وبالتالي هذه الإجراءات وبالزيارة الأخيرة للرئيس أبو مازن إلى القاهرة شدد على أن المرحلة المقبلة تكون حاسمة بخصوص الانقسام والمصالحة الفلسطينية وضرورة إسقاط الانقسام، وهذا ما يقصده حكم حماس في قطاع غزة. طيب سيد محمد، هل يعني ذلك أننا يعني مقبلون على إغلاق كامل لمعبر رفح في الأيام القليلة المقبلة، أم ستبقى هذه الحالة فقط يعني للعالقين من مصر باتجاه قطاع غزة؟ كيف ستكون الأمور؟ الأمور سوف تكون معقدة. سوف يتم إغلاق معبر رفح بشكل كامل. مصر أعلنت بأنه لا فتح المعبر إلا بوجود السلطة الفلسطينية وتحديدا الحرس الرئاسي، وذلك اتباعا لاتفاقية 2005 لاتفاقية المعابر بأن الحرس الرئاسي هو من يتولى تلك المعابر. أعتقد إن لم يكن هناك قرار جريء من قبل حماس في قطاع غزة بتسلم وأن يكون هناك قرار سيادي للسلطة الفلسطينية على تلك المعابر. ولكن في نقطة مهمة، حماس الآن هناك في مأزق بما يخص أيضا الإجراءات التي تريد السلطة الفلسطينية اتخاذها تجاهها في قطاع غزة. السفير القطري لم يأتي إلى قطاع غزة كما كان مخطط له. طب بالضبط يعني ماذا عن الأموال القطرية، المنحة القطرية ستجمد أم ستصل الخميس؟ نعم، هناك بعض المصادر الخاصة لدينا بأن السفير القطري أرسل رسالة إلى حماس بضرورة ألا يكون هناك احتكاك خلال هذه الأيام، وإن كان اليوم كانت بعض التقارير تشير أنه كان هناك احتكاك على الحدود الشرقية، ولكن يوم الجمعة القادم وهذه رسالة واضحة، إن لم يكن هناك هدوء وحقيقي على الحدود الشرقية لن يتم إدخال المنحة القطرية مساء الخميس إن لم يكن هناك وعود حقيقية. ولكن حماس لم ترسل رسالة واضحة المضمون بأن هذا الهدوء سوف يكون لأسباب كثيرة بسبب الإجراءات التي تفرضها السلطة الفلسطينية، وكان هناك مخطط لأن تنفجر هذه الضغوط تجاه الحدود الشرقية. وبالتالي الآن حماس في مأزق، إما أن تلتزم بالهدوء كما يريد السفير القطري، وإما أن تنفجر بسبب إغلاق معبر رفح أو بسبب الضغوطات التي تريد أن تفرضها السلطة الفلسطينية عليها. أشكرك جزيل الشكر الصحفي محمد رشيد، وقد حدثتني عبر الهاتف من غزة. إذن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا لا يمكنها قبول تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي جون بولتون بأن على أنقرة الموافقة على حماية حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا. وغادر بولتون أنقرة بعد رفض أردوغان لقاءه. رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقاء مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، وذلك عقب احتجاج أردوغان على تصريحات بولتون الأخيرة التي أطلقها من إسرائيل حول حماية الأكراد في سوريا والتي اعتبرها خطأ فادحا، مما حدا بولتون بمغادرة تركيا.
تركيا لا يمكن أن تقبل التصريحات التي صدرت مؤخرا من مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أنقرة يجب عليها ضمان سلامة حلفاء واشنطن الكرد في سوريا. جون بولتون قدم خطأ فادحا في الدعوة إلى وضعية جديدة لانسحاب الولايات المتحدة من سوريا، وأن تركيا لا يمكن أن تساوم أو تقدم تنازلات على قضية الميليشيات الكردية. أولئك الذين هم جزء من الإرهاب في سوريا سوف يتلقون الدرس، ولا يوجد فرقا واحدا بين PKK وYPG وBYD وداعش. ويأتي هذا التصعيد المفاجئ في الوقت الذي تنتشر الشرطة العسكرية الروسية في مدينة منبج شمال سوريا، والتي تعتبر أهم المراكز الكردية، وذلك بعد تقرب الأكراد من دمشق على خلفية إعلان الرئيس ترامب الانسحاب من سوريا، مما جعلهم موحدين أمام الهجوم التركي المرتقب عليهم. وتتمثل مهمة الروس في ضمان الأمن في المنطقة والسيطرة على الوضع ورصد تحركات التنظيمات المسلحة، فيما كانت قوات من الجيش السوري قد انتشرت على أطراف المدينة قبل عدة أيام. ووسط الحراك الأمريكي الروسي، شن تنظيم داعش هجمات مضادة دامية ضد قوات سوريا الديمقراطية في شرق سوريا، والتي أسفرت عن مقتل 32 شخصاً، مستفيدا من عاصمة رملية وسوء الأحوال الجوية، فيما قتل 9 عناصر من تنظيم داعش. وتقود قوات سوريا الديمقراطية منذ أيلول الماضي هجوما لطرد المتطرفين من جيبهم الأخير في سوريا بريف دير الزور الشرقي، والذي يدافع داعش عنه بشراسة، والتي تمكنت بعد معارك كرين وفر مع التنظيم من التقدم ميدانيا وحصر متطرفيه في هذا الجيب. بدأت محكمة العقوبات المشددة الثانية في العاصمة التركية أنقرة جلسات محاكمة المتهمين في قضية اغتيال السفير الروسي السابق لدى تركيا أندري كارلوف، وتشمل لائحة المتهمين 28 شخصا، في مقدمتهم زعيم منظمة جولن فتح الله جولن القابع في ولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 99. وقتل سفير روسيا السابق لدى تركيا أندري كارلوف في 18 من ديسمبر 2016 بعيارات نارية أثناء إلقائه كلمة في معرض للصور تم تنظيمه بالتعاون بين السفارة الروسية وبلدية جانقيا في أنقرة. بدأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من عمان جولة في الشرق الأوسط تهدف لطمأنة حلفاء واشنطن بأن سحب القوات الأمريكية من سوريا لن يغير في دور واشنطن الإقليمي. وسيزور بومبيو أيضا مصر والبحرين والإمارات وقطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت. وأشار البيت الأبيض إلى احتمال توجهه أيضا إلى بغداد. أهم تهديد على المنطقة هو داعش والثورة الإسلامية والجهود الثورية في المنطقة. لن أتحدث باسم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، ولكن هناك اتفاق هائل على مخاطر الطرح على الأردن وعلى دول أخرى في الجوار. قرار رئيسنا بسحب أهلنا من سوريا، وسوف نرى في الأيام والأسابيع القادمة ما ينتج عن ذلك. نضاعف ليس فقط من دبلوماسيتنا بل جهودنا التجارية لممارسة ضغوط حقيقية على إيران لتحقيق ما فعلناه من أجلهم في شهر مايو أيار. وببساطة نطلب من جمهورية إيران الإسلامية أن تتصرف كأمة طبيعية. طلب مجلس النواب العراقي وزارة الخارجية بالتحقيق في أنباء عن زيارة وفود عراقية إلى إسرائيل. وقال النائب الأول لرئيس المجلس حسن كريم في بيان له إنه يجب التحقيق في الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام غربية وإسرائيلية عن زيارة 3 وفود عراقية إلى إسرائيل. وكانت مصادر إسرائيلية مطلعة قد ذكرت أن 3 وفود عراقية قامت بزيارة إسرائيل سرا خلال الأشهر القليلة الماضية، وضمت 15 مسؤولا من الطوائف الشيعية والسنية. يعقد مجلس الأمن الدولي يوم غد جلسة يستمع خلالها إلى تقرير للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث بشأن الاتفاق الذي توصل إليه طرفان نزاع الدائر في اليمن وجهوده الرامية لإنهاء هذا النزاع. وكان جريفيث قد زار صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين في نهاية الأسبوع، ثم التقى أمس في السعودية قادة الحكومة اليمنية.
المخاوف تتجدد في اليمن من انفجار الأوضاع العسكرية، لا سيما في مدينة الحديدة الواقعة على البحر الأحمر غربي البلاد، رغم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث لإنقاذ اتفاق السويد المهدد بالانهيار، خصوصا مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ المرحلة الأولى منها. وزير خارجية اليمن أبدى اليوم استعداد الحكومة للمشاركة في أي مشاورات تدعو لها الأمم المتحدة، لكن بشرط تنفيذ اتفاق السويد، إذ أن الحكومة والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية يتهمون جماعة أنصار الله الحوثية بخرق مستمر لوقف إطلاق النار في الحديدة. لابد من إيجاد ضغط سواء كان من المبعوث الخاص أو من الدول الراعية والضامنة لاتفاق السويد في تطبيق الميليشيات الحوثية لاتفاق السويد. ومن الأمثلة التي ذكرناها والأدلة عدم جدية الميليشيات الحوثية ما قاموا به في ميناء الحديدة من ادعائهم بتسليم الميناء بحسب اتفاق ستوكهولم. أعتقد أنه ستستمر الجهود الدولية في الضغط على الميليشيات الحوثية بتطبيق الاتفاق، وسنرى في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. الحديدة شكلت أبرز نقاط المفاوضات التي جرت في السويد، وكانت على مدى أشهر الجبهة الأبرز في الحرب اليمنية. والمبعوث الأممي يسعى لتسريع تطبيق اتفاقات السويد، وتحديدا المتعلقة بإعادة نشر قوات في المدينة ذات الموقع الاستراتيجي لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، كما ويأمل أن يتمكن بحلول الشهر الجاري من عقد جولة أخرى من المفاوضات بين طرفي النزاع، وقد تكون هذه المرة في الكويت. غدا من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة يستمع خلالها إلى تقرير المبعوث الأممي حول الاتفاقات والجهود الرامية لإنهاء النزاع، لا سيما بعد لقائه الطرفين قبل أيام. أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات في أوروبا، وأعلن وزير الخارجية الدنماركي أندرس ساموولسن في تغريدة على تويتر أن الاتحاد الأوروبي اتفق على فرض عقوبات على جهاز المخابرات الإيراني لتخطيطه لاغتيالات على الأراضي الأوروبية، في إشارة قوية من الاتحاد الأوروبي إلى أنه لن يقبل مثل هذا السلوك في أوروبا. وصل زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إلى بكين في زيارة غير معلنة لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، فيما تجري التحضيرات لقمة ثانية محتملة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. والصين تعد الحليف الدبلوماسي الرئيس لكوريا الشمالية المعزولة ومصدرها الرئيس من المساعدات والتجارة. وهذه الزيارة تعزز التكهنات حول لقاء محتمل مع الرئيس الأمريكي، حيث أن كيم قد يكون حضر لبحث تنسيق استراتيجيته مع الرئيس الصيني. وكان الزعيم الكوري الشمالي والرئيس الأمريكي عقدا قمة في سنغافورة في حزيران يونيو من العام الماضي. أصيب 20 طفلا في مدرسة ابتدائية في العاصمة الصينية بكين بعدما هاجم رجل الطلاب بسكين. ووفقا لما ذكرته دائرة صحفية لمنطقة شيتشينغ في بكين، فقد تم نقل الأطفال إلى المستشفى في ظاهرة تكررت مرارا في السنوات القليلة الماضية، واحتجزت الشرطة المشتبه به في موقع الجريمة. أعلنت أستراليا أنها ستدرس بعناية طلب لجوء الشابة السعودية رهف القنون التي أوقفت في مطار بانكوك بعدما فرت من بلادها، ثم سمح لها بالخروج برفقة ممثلين عن مفوضية الأمم المتحدة للاجئين. إلى ذلك قال سورتشات هاكباران رئيس مصلحة الهجرة التايلندية إن والد الشابة وصل إلى بانكوك ويرغب في لقاء ابنته، لكن رئيس مصلحة الهجرة قال إنه يتعين على والد رهف وشقيقها الانتظار لمعرفة إذا كانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ستسمح لهما بلقائها أم لا. والختام من سوريا ومدربة مساعدة لكرة القدم. امرأة في عالم أغلبيته من الرجال تعرف على مها جنود لاعبة كرة قدم سابقة في منتخب سوريا للسيدات، إلا أن إصابتها البالغة دفعتها للبحث عن مجال آخر في عالم كرة القدم، وها هي الآن تعطي اللاعبين التعليمات وتصيح وسط الملعب مثلها مثل أي مدرب آخر، فبالنسبة لها التدريب علم لا يهم من يقدمه ذكر أم أنثى. فكرة كتير كانت جميلة وجديدة على المجتمع،
وعلى آسيا بشكل عام. كنت فيها أول أنثى أو أول مدربي بالشرق الأوسط بتدرب كرة قدم أو مساعدة تدريب لفريق رجال. الحمد لله عملنا الدوري، المرحلة الأولى من الدوري اجتزنا بولا خسارة، وكمان أول مباراة بالكأس كمان ربحناها، كان عندنا فقط تعادلين. نتائج كتير مرضية وجميلة وعطتني دعم كتير معنوي ونفسي. عينت مها في إبريل نيسان الماضي، وأثار القرار ضجة كبيرة في ذلك الحين كونه ليس خطوة اعتيادية في مجال الرياضة. لا، أول شيء حسينا فيها صعوبة، بعدين خلاص عادي تعودنا على هيك قصة، يعني صارت عادية مثل كأنه أختنا و أو رفيقتنا مثلا من الملعب عادي، يعني ما في شيء مؤسف. شغف مها بكرة القدم بدأ منذ نعومة أظافرها، وعلى الرغم من أن مشهد فتاة تلعب الكرة مع ذكور عادة ما يكون منتقدا، إلا أن عائلتها دعمتها دائما. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الساعة، المزيد منها تجدونه عبر موقعنا الإلكتروني أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر كما تظهر في أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله وحفظه.